بين البحر والغروب وأسراب النورس والخيل ولد ياسين وشب وترعرع، وبداخله امتد عشق الخيول أكثر فمنحها جل وقته واهتمامه. شغف حدد مسار حياته حتى لقب بياسين الفارس بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجذب صوره مع الخيول مئات آلاف المشاهدات. أي واحد كيحب الخيل كيكون قلبه فيه الخير كي كنقولوا، وحب ديال الخيل هو عشق لا يموت، وكيعلمنا بزاف د الحوايج، الاحترام، الاعتناء، احسن القيم الزوينين في الحياه كيعلمهم لينا الحصان، وكيعلمنا الصبر، طموح للاقصى اللي بغيت نوصل ليه، وان يكون عندي واحد ارض ديال الاحلام تكون قرب البحر، ونجيب بزاف ديال الناس اللي عندهم حب للخيل حتى هما يجيو يديروا واحد العطله، لانها تكون 100% للاحصنه، ما يكونش داخل فيها اشياء اخرى. تحولت خيول ياسين وعدسة تصويره إلى إحدى نقاط جذب مدينة الصويرة السياحية. علاقته بالخيول تطورت من الهواية إلى الاحتراف. يمتلك الآن 6 أحصنة من أجود السلالات، يحرص على ترويضها وتجهيزها بعناية قبل جلسات التصوير التي يعتمد فيها على معدات بسيطة لا تتجاوز هاتفه الخاص. لديهم شهرة كبيرة على إنستغرام، وتستطيع أن تدرك مدى حبهم للخيول وحب الخيول لهم. هذه أول زيارة لي للمغرب، وقد قررت أن آتي إلى هنا لممارسة رياضة ركوب الخيل. نجاح ياسين وتأثيره امتد لقريته الصغيرة الشاطئية الديابات، فتحولت جلسات التصوير بين الخيل وغروب الشمس والكثبان الرملية، فتصوير طقس جلسة الشاي الأخضر على رمال البحر لمصدر عيش ورزق لأبناء قريته أيضا. كنستافدوا صورة، ديجا صورة كتعرف شوية، كنستافدوا ماديا، كتعرفوا على ناس جداد، كتعلموا الحوايج جداد، وتعلمنا التصوير، ما كناش كنعرفوا نصوروا بحال هكا، بشويه كنطوروا، ولا كيجيو عندنا التوريست من العالم كله، ولا كيشوفونا الناس من العالم كله، حتى حنا طورنا راسنا، وديجا ان شاء الله من هنا للقدام غادي ندير شي حاجه اللي تعجب العالم بزاف. الخيل خير وعزه، ومن تعرفه الخيل لا يجهله الناس، مقوله تلخص حكايه ياسين. عشق الخيل فبادلته الشعور ومنحته شهره جابت الافاق، من شاب منقطع عن الدراسه الى مؤثر اجتماعي لا يخطئ عنوانه عشاق التصوير والخيول. شغف ياسين بالخيل بدأ منذ الطفولة ورافقه في حكايته التي حولت قريته الصغيرة الديابات مزارا لعشاق الخيول ومشهد حوافرها وهي تتسابق مساء على الشاطئ لتعانق حمرة شمس الأصيل في المحيط. فاطمة بعنبر، الحرة، الصويرة. إذن ينضم إلينا من مدينة الصويرة المغربية ياسين المويس. مرحبا بك معنا ياسين، صباح الخير عليك. يعني بعد متابعة هذا صباح النور، خلينا نبدأ بالسؤال الأهم، كيف ابتدأت قصة ياسين مع الخيول، ولماذا اخترت الخيل بالتحديد ليكون رفيقك في الحياة وكذلك العمل؟ أنا ما اخترت الخيل اللي اختارني، عشان أنا لما كنت صغير في عمر 5 سنوات 6 سنوات كنت في البحر وشفت خيل بيجري على البحر، وهذا المنظر بقى في الذاكرة ديالي، ومن الصغر وأنا كان الحلم ديالي إني يكون عندي حصان، وكذا بقيت الحلم ده كل يوم كل يوم كل يوم، انا عاوز حصان عاوز حصان عاوز حصان عاوز حصان، وكنت بروح للمدرسه ولكن بالي دائما مع الاحصنه. وحتى لما كبرت انا اخترت اني ما يكون عندي شغل، اكون طبيب او اكون طياره، لا انا كان الحلم والشغف ديالي اني اكون مع الاحصنه. طب وما مدى صعوبة تحقيق هذا الحلم؟ هل كان تحقيقه سهل بالنسبة لك؟ لا، كان في تضحيات كثيرة من طرف العائلة، ما يقول هذا ما شغل، هذا مش عمل اللي تضمن مستقبلك به، بس أنا عندي فكرة، أعيش الشغف
على أني أتبع أضمن مستقبلي، لأن ما بنعرف وقتاش نموت. الأهم هو أنك تعمل حاجة تحبها. جميل. أيضا ياسين، يعني كما نعلم يعتبر ركوب الخيل من أحد يعني مقومات الثقافة المغربية، بالتحديد لما بنحكي عن فن التبوريدة كما يقال بالدارجة المغربية اللي بيعتمد على ركوب الخيل والاستعراض، وخاصة في المناسبات الدينية والثقافية. بماذا يتميز الخيل المغربي، وما هي الأنواع أو أنواع الخيول اللي أنت بتعتمدها في التدريب؟ الخيل المغربي احنا معروف في شمال افريقيا وتحديد في المغرب ان الخيل اللي نقوله بربري عربي، وهذا الخيل البربري معروف بانه عنده قوه تحمل عضليه كبيره، وايضا معروف بالشجاعه، عشان في القديم كانوا يستخدموا هذه الاحصنه للحروب. لذلك بقات هذا التقليد ديال الطبوريده بالاسلحه التقليديه، ان لما تطلق النار البارود الحصان ما كيخافش، يبقى هادئ. احنا شفنا يعني لقطات ليك مع الخيل، وواضح يعني من طريقة تعاملك انك يعني عندك علاقة مميزة جدا، عندك تناغم في هذا مع الخيل بطريقة غير طبيعية، ولكن انت ايضا تؤهل محبي الخيل ومن يرغب في ركوب الخيل. ايهما اصعب، ترويض الخيل ام تدريب راكبي الخيل؟ اعتقد ان الاصعب هو ترويض الناس، اما ترويض الخيل هذا بيكون اسهل، لانك تاخذ وقت مع الحصان وترويضه، وبعدين يكون الحصان زي يبقى كما هو. لكن الناس بعض المرات ما يكونوا في نفس المزاج، يعني مره يكون اليوم يكون يعمل حصه جيده، صحيح، وغدا يكون خايف، يكون عنده ستريس، وبعدين يعمل ردة فعل مختلفة اللي متتوقعها. ولكن الحصان لا، انت دائما منتظر تقرأ الأفكار دياله، بعدين تعرف ردة فعل الحصان كويس. يعني هو أيضا الخيل يعني يستشعر الراكب عليه. لكن ياسين، أيضا تميزت بفيديوهاتك الساحرة للخيول، واللافت أنه معظمها كان في البحر. ذكرت قصة طفولتك أنك رأيت خيل على البحر وظل عالق في بالك، لكن يعني كيف بتتمكن أنه تتحكم بالخيل في منطقة واسعة جدا كالشاطئ؟ أول حاجة أنا بخلي الحصان هو بدون حد يكون هو مطمئن في هذا المكان، ويكون هو يكون واخذ حريته. لما الحصان يكون يعرف انه واخذ حريته وانه ما يمكن يعمل حاجه اللي تضر الراكب عليه، الحصان يفهم حاجه. انا بعض المرات باخذ الاحصنه وبطلقهم لوحدهم في البحر، يعمل اللي عاوز كده. لما تكون فوق الحصان ما يعمل حاجة، بس لما تكون ما أعطي الحصان حريته، هو لما يكون عنده فرصة أنه ممكن يأخذ الحرية تاعه حيروح يأخذها. صحيح، يعني أنت بنيت علاقة من الثقة أنه حيروح ويرجع تاني. أيوة كده، هذه العلاقة المهمة. أنت لازم تكون عارف الحصان زي ابنك. هذه ثقة بيني وبين الحصان. طيب لما يكون واحد راكب يجي يركب على الحصان، أنا ما بعمل الثقة في الراكب، أنا بعمل الثقة أعتقد في الحصان. صحيح، ولهذا السبب ياسين كافاليي متميز عن الباقين. طبعا نحن نشكرك شكرا جزيلا، ويعني سعداء لوجودك معنا هذا الصباح ياسين. نتمنى لك يعني كل التوفيق في هذا المجال. شكرا لك ياسين لمويس. شكرا للاستضافة. شكرا لك. شكرا للاستضافة.